وبنهاية صباحنا لليوم رح نروح نحكي على موضوع دائما منضوي عليه ضمن صباحنا غير، وهو طيف التوحد اللي في نسبة كتير كبيرة من الأطفال بيعاني منه. اليوم يمكن الأهل ما يكونوا مدركين لهي الحالة بشكل الصحيح، يمكن ما ينتبهوا بالوقت المناسب إنه طفلهم بيعاني من هذا الطيف. اليوم رح نتوسع أكثر نتعرف على هذا الطيف، أسبابه، وهل اليوم في علاج شفاء نهائي لإله يا ليلى؟ تماما. إحنا بيقولوا لنا لا، ولكن يمكن بخفف. صحيح يا رشا، اليوم رح نتعرف بشكل موسع على هذا الاضطراب، كيف بيتم تشخيصه، كيف، شو هي طرق العلاج الممكنة، مع ضيفتنا ميسم الحصري اختصاصية صعوبات التعلم. يسعد صباحك، اهلا وسهلا. صباحكم صباح الخير. اهلا وسهلا، اشتقنا لك. وانا كمان اشتقت لكم. دائما منطوي على هاي النقطة ومنحب نركز على الحالات طيف التوحد كرمال الاهالي يكونوا مدركين وعندهم نظرة شاملة لهاي الحالة. خلينا نعرفها عطول. نحن في عنا التباس بين حالات التوحد أو بين اضطراب التوحد وبين الاضطرابات الثانية. يعني أغلب الأشخاص نحن منقول أنه هذا الطفل إجاني بحالة تشخيص معينة، الأم مشخص الطفل مسبقاً أنه هو توحد من قبل الأقارب، من قبل المعارف، الجيران، من قبل الجيران. بس هي النقطة اللي نحن كتير بدنا نكون مركزين عليها، أنه نحن وقت بدنا نقول عن هذا الطفل أنه هو طفل توحد، فلازم يكون نحن في عنا اختبارات حالات تشخيص، وأيضاً نكون نحن متأكدين أنه هي الحالة هي حالة توحد. مثل ما حضرتك ذكرتي، هي النقطة اللي عطول عم بتكون نقطة أو عليها علامة استفهام. هذا الطفل هل هو توحد؟ يعني بتجي أم بتقلك ابني صار معه توحد نتيجة رعبة أكلها وهو عمره 3 سنين. نحن بدنا نعرف أنه قد يكون نوع من أنواع التوحد لا يظهر إلا بعد 3 سنين من عمر الطفل. قد يكون هو أصلاً ما له توحد. حالات نقص الاكتساب هي بتجي بعد الولادة، بينما حالات التوحد هي بتجي قبل الولادة. فنحن لما بدنا نقول عن هذا الطفل إنه هو طفل توحد، معناتها نحن هو عنده اضطراب. معناتها هو عنده اضطراب عصبي خلى هذا الطفل قابل ليكون فعلاً عنده توحد، ولو ما ظهر بعمر صغير، ولكن هو قد يظهر بعمر متأخر، أو قد نكون نحن ما منتبهين للأعراض كونه الأعراض ما كانت شديدة. فهو فقط الاختلاف بالتشخيص لازم يكون عطول في عليه تركيز. طيب عم تذكري حضرتك التشخيص، ايمتى بيتم التشخيص؟ في عمر معين، أو كيف اليوم نحن فعلا قادرين نشخص هاي الحالة بشكل صحيح؟ هلأ خلينا نقول إنه نحن في علامات من علامات التوحد تظهر من العمر المبكر أو من الأشهر الأولى عند الطفل. يعني مثلا وقت أنا أتواصل مع هذا الطفل ولاحظ إنه هو ما عم يتواصل معي مثل الأطفال اللي بعمره، قد لا يستجيب للمثيرات الصوتية أو المثيرات الضوئية، ولكن نحن ما فينا نقول إنه كل أطفال التوحد قد يلاحظ عليهم هدول الأعراض من العمر الصغير. في عنا بعض الأعراض بتظهر بوقت متأخر، يعني عندنا مثلا مثل التوحد التفككي او التوحد اللي بيجي نتيجة ادمان شاشات او ادمان موبايل او اجهزة الكترونية. هذا قد لا يظهر لعمر 3 سنين، بيكون الطفل طبيعي. لعمر 2.5 سنين بيكون هذا الطفل طفل طبيعي، لا تظهر عليه اي علامات. بيقول الطفل نام فقد النطق. فهل هو هذا الشيء قد يكون انه غلط؟ لا، فعلا في بعض الأطفال تظهر عليهم هي العلامات بعد 3 سنين. طيب إذا بدنا نروح للأنواع ونحكي عن أنواع التوحد، وهل اليوم في بعض الأنواع قابلة للشفاء الكامل؟ نعم، سؤال كتير بشكرك عليه، لأنه فعلا كتير نحن بنسأل هل كل أنواع التوحد هي قابلة للعلاج؟ بحب هون أنا ضوي على الفرق بين العلاج والتدريب. العلاج هو الوصول بالطفل إلى طفل طبيعي، يعني بيدخل مدرسة، بيعيش حياته الطبيعية، بيكمل حياته الأكاديمية، بيتزوج، حياته الاجتماعية بتكون كاملة. وهي الأنواع قد تكون من الأنواع اللي هي مانا أنواع شديدة، أو اللي تم علاجها بعمر الطفولة المبكرة. أما الأعمار
اللي بدنا نقول كبيرة أو تجاوزت العمر الذهبي للعلاج فقد لا يكون طفل طبيعي. هو قابل للتدريب، يعني ممكن يكون قادر أنه يعتمد على نفسه، يعمل حاجاته الاستقلالية بشكل خلينا نقول استقلالي بشكل منفرد، يعمل هاي العلامات اللي بتقول أنه هو شخص شبه طبيعي، ولكن ما بيرجع علاجاً أنه هو طفل طبيعي. إذا الفرق بين العلاج والتدريب، هناك أنواع توحد قد تخضع لعلاج متكامل وبتصير أطفال طبيعية، وأيضا في أنواع توحد قابلة للتدريب، يعني ممكن أن تكون أطفال تشبه الأطفال الطبيعيين اجتماعيا وبالحالات الاستقلالية، أما بباقي أمور الحياة فهن بيبقوا أطفال توحد. طب اليوم إذا بدنا نذكر أشياء على الأسباب يمكن اللي بتأدي للتوحد، ذكرتي يمكن شوية نقاط واللي منها الأجهزة الإلكترونية، خلينا نحكي شوي عن مخاطرها. هلأ مثل ما التوحد أنواع، فأيضا الإصابة فيه بيكون إلى نوعين أساسيين. أول غيمة اللي هي غيمة نقص الأكسجين. نقص الأكسجين بتصير أثناء عملية الولادة أو بعد عملية الولادة. نقص الأكسجين بيعمل نقص بالمادة البيضاء أو بيعمل اضطراب بالمادة البيضاء اللي هي خلايا بيركنجي اللي هي مسؤولة عن الاستجابة للأوامر. هذا الشيء بيخلي عند هذا الطفل خلل. وأيضا من الأسباب الثانية هي نحن بنسمع أنه حامل راحت أخذت أنواع من الفيتامينات، فأيضا ممكن يكون ارتفاع المعادن الثقيلة عند الإمرأة الحامل. هي نحن عم نحكي عضويا، ولكن أيضا عنا حالات اكتسابية مثل أنه هذا الطفل صار عنده إدمان شاشة، انعزل أو صار في عنده عزلة اجتماعية بمكان معين، هذا بيكون سبب اكتسابي. يعني بعض الأسباب قد تكون أسباب عضوية مثل ما ذكرنا بتصير وقت الحمل، وبعض الأسباب ممكن تكون اكتسابية اللي هي الإهمال، اختفاء حالات الحوار والتواصل بينه وبين الأهل، العزلة الاجتماعية، إدمان الموبايل أو إدمان الشاشات. طيب ذكرتي من خلال إجابتك نقطة بدنا نرجع هيك نتوسع فيها، أنه اليوم في عنا حالات قابلة للتدريب وحالات قابلة للعلاج، وقلتي اليوم العمر الذهبي، شو بتقصدي بهي المصطلح العمر الذهبي للعلاج؟ وخلينا نفرق بين الحالتين والأعمار. تمام، العمر الذهبي هو اللي بيكون عنا مراحل الاستقلاب الهرمونية الطفولية، يعني قبل ما يبلغ الطفل الطفولة المتأخرة، خلينا نقول كعمر بين عمر السنتين للتسع سنين، سبع سنين، ثمان سنين، تسع سنين، صار عنا استقلاب هرموني هون، انتقلنا من الطفولة المبكرة أو من الطفولة المتأخرة إلى السن اللي نحنا بده يبلش عنا سن الشباب. فهذا العمر هو العمر اللي بيكون الطفل أكثر اكتساباً، أكثر تعوداً، أكثر قدرة على استجابة الأوامر. بعمر الاستقلاب الهرموني كلنا منعرف، منقول الولد دخل بالمراهقة أو البنت دخلت بالمراهقة، صارت استجابتها أقل، صارت عنيدة، صار عندهم شوية عدوانية. فالعمر الذهبي هو المقصود فيه من عمر السنتين لعمر التسع سنين، قبل تخربط الهرمونات، قبل تخربط الهرمونات، قبل الانتقال من الطفولة المتأخرة لعمر الشباب. ولكن التفرقة بين الحالتين، حالات العلاج هي الحالات اللي ممكن نحن نلحق نشتغل مع الطفل أو ندرب الطفل أو نعمل له تنظيم هرموني عن طريق الحميات الغذائية أثناء هي الفترة. تمام، بعد سن 8 سنوات للتسع سنوات أو المتلازمات، يعني بيكون توحد مع تخلف عقلي، توحد مع نقص نمائي، هي الحالات نحن بنشوفها هي قابلة للتدريب أكثر. نعم. طيب اليوم إذا بدنا نحكي عن التغذية، قديش لها تأثير اليوم على سلوك الأطفال وتعليمهم ويمكن حتى مساعدتهم على النطق على التركيز بشكل سليم؟ حقيقة نحن أول ما اشتغلنا سواء بمركز ملائكة الجنة بدمشق أو بمركز بيسان بالقامشلي وبالحسكة، كتير لقى هذا الموضوع استغراب، أنه حميات غذائية لأطفال التوحد. حقيقة خلينا نكون واقعيين، النظام الغذائي هو بيأثر علينا حتى كأشخاص طبيعيين. يعني مثلا بيقولوا لك الطفل اللي عنده فرط نشاط إذا أعطيتيه كميات عالية من السكريات فبده يقل تركيزه نتيجة زيادة نشاطه. الأطفال اللي بيكون مثلا في عندهم نقص ببيت ناش
التركيز هو اكثر شيء بيسكس ب 12 كثير بيركز عليه، فنحن ممكن نعطيه هي الاطعمه او هي الفاكهه او هي الخضار اللي بتزيد تركيز هذا المكون. نحن بنقول عنا لعبه الهرمونات بالجسم. يعني بيقولوا لك في ناس انه انا اليوم ما صحصحت لانه ما شربت فنجان قهوه بكير، هل هي وهم؟ لا، هي ابدا ما انا وهم ولا انا حاله تعود. هي تعود جسم على كميه كافيين بده ياخذها حتى يصير في عنده اقلاع بالجمله العصبيه. فهي لعبه هرمونات وهي كثير 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 لها اهميه. بنصح الكل يكون عنده فكره انه 60% من عمليه العلاج بتتم عن طريق الحمية الغذائية، وما تبقى هو تدريب. التدريب له دور كبير، وأيضا النظام الغذائي هو له دور جدا كبير. طيب كونه ذكرتي التدريب وهو واحد من الطرق الممكنة لحد حضرتكم تتبعوها مع الطفل اللي عنده طيف توحد، خلينا نتوسع أكثر. الأنشطة، التدريبات، طرق العلاج إذا كانت ممكنة يعني مع هذا الطفل، شو هي؟ كل الطرق هي ممكنة. أنا على طول بقول تعاملوا مع هذا الطفل على أنه هذا الطفل هو طفل طبيعي. يعني كتير منشوف أنه أنا ابني بيعذبني بالسوبر ماركت فأنا ما بنزله معي. لا، نزليه معك لأنه ممكن يغلط أول مرة وتنبهي ويغلط ثاني مرة وتنبهي، وهذا الشيء رح يخليه يتعلم أنه هذا الشيء خطأ وهذا الشيء صح. تماماً. النشاطات هي دمج هذا الطفل مع الأطفال الطبيعيين. نحن بنعرف إنه المحاكاة والتقليد هي بهذا العمر هي أكثر شيء اكتسابي أو بيأثر، مثل ما ذكرتي حضرتك عند هذا الطفل. فعطي لهذا الطفل المجال إنه هو يشوف رفقاته، هو يتعلم منهم. هذا شيء كتير صح. أيضا من الأنشطة هي أنشطة التركيز والانتباه. أنشطة التركيز والانتباه اللي نحن أيضا بنستعملها مع الطفل الطبيعي، لأنه نحن صارت مشتتات الحياة كبيرة. مونتسوري يعني قد ساهمت اليوم؟ ساهمت كثير بحالات الدمج. نحن اليوم لأنه هي عبارة عن عمليات توازن بين الإدراك الحسي والإدراك البيئي، فهي بتعطيني هي الفائدة اللي هي ضمن الإدراكات البيئية. ونحن بنعرف الثلاث زوايا اللي ممكن يكون عنده طفل التوحد مشكله فيها، هي التواصل البصري، التواصل البيئي، والتواصل الاجتماعي. فكل الانشطه اللي بتدعم هدول الثلاث زوايا هي رح تكون مساهمه وبشكل كثير كبير بعلاجه ان شاء الله. اكيد. بالختام بدنا نتشكر حضورك، واكيد نتمنى السلامه لك لاطفالنا. شكرا لك. صباح الحب والسلام، وانا كثير بتشكركم على هذا الاستضافه. اهلا وسهلا فيكي، انبسطنا فيكي بعد قطعه. اهلا وسهلا ميسم الحصريه، اختصاصيه صعوبات تعلم. شكرا لحضورك اليوم، واكيد بالسلامه لكل اطفالنا. شكرا لك.